سنورة صح؟ ما انا برضو على كام؟ قول دفع على 20 سنة كام؟ ثواني. هاي احمد ايوب ماي تشانل. هاي نعم ما طيب خدهاش وهيحسب وقف في المطعم. ايش يا ايش ملك احمد؟ هون ملك الاسبوع ما نسمعش. ايش يا ما خدهاش وهي بس في المطعم. شو بتعمل؟ انت؟ طيب اسمع هسه هاي كيف بدي اعملها شير على اليوتيوب هيك على الفيسبوك شير لينك فيديو من فيديو بالسير على الفيسبوك. وما بتبين انه كفيديو على الفيسبوك صح؟ ايه ما بتبين فيديو على الفيسبوك بحكي يعني ما بتبين فيديو على الفيسبوك لا لا ما تبين مبين. طلعت يو ار ال. ثواني خلنا نحط دوز خلنا نلعب. جد طيب يلا شيرت لها على الفيسبوك بس بعرفش بس كيف بدي اعرف انه الناس دخلوا عندي وهيك جد طيب يلا ثواني ثواني انتصر واجدة معايك. بس لازم ما يبين زي هيك يا زلمه انا بعرف الناس اللي بتفتح بينش زي هيك صح؟ وين ننزل؟ عشان عندنا 5000 متابع هسه على الصفحة هننزل سميته حد عندك؟ معيش سلاح انا بتعرف؟ جد ادخلوا احضروني على اليوتيوب على اليوتيوب احضروني
يلا يلا ريميك، اعمل لي سبسكرايب والله ولايك، سكر الباب وراك. خلاص نصير مشاهير يا رواشد، شو ظننا هيك يعني مع جاسر بنلعب. قلت له شير اسمع اسمع، خلينا نحط كرياتيف. طب خلاص حط لعب العبدو. بعرف كلهم تعون الغوالي. تمسك ون اير. لا لا طالع طالع بلا دقيق. انت صوتك مش طالع. لا مدي كومن ما في 5000 واحد ناس نزلت فوق. ها في عندي البيت اللي جنبي فيه أربعة. جاهز؟ والله راسك. لا راح نجيب مليون مشاهد ان شاء الله. لايف من عارف انه حاطه هاي ومش عارف شو. اسمع اسمع دقيقة هسه ببعت لك ادفايس ثواني. وينك وينك
تصرف. انا عارف انه حاطه هاي لا دقيقة حطي. اسمع اسمع دقيقة هسه بعت لك سبايس ثواني. وينك؟ كرت في معهم واسع بس طلعوا أربعة. اسمع كثير متأخر. الو اون اير. انا اون اير. اسمع عم بحكي نحولها الشات بارتي. عرضك يا محمود شو تليفون اللي فيه برا بالمطر جد طلع كله مي اشوف طلع تفضل جميل الو دقيقة صوت طلع صوت طلع انا طالع يمكن انا عشان صاحب البارتي وهيك فصوتي بيطلع عشان هيك صاحب البودكاست صوتي مش ضايع انا مثل ما قلت ما في عليك يا رجل رجينا نوص سارة ولا نادي رجينا بالسارة خربت أم اللايف جاي من شارع غوشة اسمع هون هون كان في اثنين تمام وين موت ايوه الله والله اه في وفي لوسين تاني وناس ما راحش
ليش شو بدك اي بدك تحكي تليفون اطلع برا الاستوديو عندي 5000 متابع هون تخرب لي اللايف هسه راح تسرسري اسمع انت مبين عندك شاشة صغيرة وهيك ولا لا عادي؟ لا لا عادي عادي جد؟ ترى بس الشاشة هيك احسن لما تكون صغيرة احسن بكثير يا زلمة امبارح اسمع يا زلمة انسى انت ديتا حلوة ايه ديتا حلوة فهم حزر حلوة ويا رزرايل حلو عم لقيت غير اس ام جي بس ها في اي ار هون تعال ده يلا انت مالك الايديت الله عليك وينه؟ شغل نلعب مع جاسر كرياتيف والله جاب لنا متابعين بالملايين استنى شوي قربنا سايش لا اكس 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 هذول خفيفين عشان اسمع يلا شايف لوتك من هون مبدئيا يعني هذا حلو بالموضوع انا كيف من اللايف عندك هلا تسكت تجيبني والله تسكت مرة امبارح بحكي لحمري في قطاع صار جايب فوق 10 كيل تمام اه
فضلينا اخر تيم انا وشمري راح شلنا انا وياه والله دعيت عليه انا كنت تلعبوا سولو ولا سكواد ولا دو صدق دو احسن من سكواد احسن من اسهل انه يعني اثنين سولو تزهق سكواد كثار سكواد الا ما يطلع لك واحد فيهم نوب او شيء زي والله بتعرف وش تسوي لك الا احنا تفوت كثير دفعات وهذا شكلي زباله على راسي فين البستي طب يلا عليهم ما اعرفش مسكين فيهم بس ما جربت شوف جيمات امبارح جيمات امبارح ايش تكون زون اخر الدنيا لا ما لقيت لاما بس ما تكون زون اخر الدنيا وحال اخر ايش فاحنا اسمع تكون الزون ورانا واحنا عم نمشي في تركيف فيش حدا فيش حدا قدامنا لقيت لك اسمع ثلاث جيمات مثل بعض اخر شيء نضلنا سيلو واحد قتلت الاثنين ولا بتصير في شيء اسمع حسيت اليوم هذا طيارة تعال انت كنت معنا انه طيارة انه وقع طيارة نزلت القتلة ماسا كرياتيف لا اسمه كنا هاي ترويس التريوس زين في اليوم انا ساعة سكرت بلاي ستيشن من امبارح الساعة الساعة واحد ونص واحد ونص ايش؟ اسمع البارك كنا فيها واحد ونص ظهر اسمع البارك كنا فيها كان شغال 27 ساعة تخيل احنا مبدئيا اسمع في اي ارزك تعرف عنه لا طبعا بس انا شخص داري هاي هون بين مجمعين ها يلا خلنا ننزل تحت عدستي أبغى أمشي لا في لانش باد ماي لانش باد لا محبوطة هاي لا لا جي شنوت هاي طلع الزون هناك وين ايمون 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 فاهم تيم لما جينا اثنين ما اشتوش ولا ضربة عندي
68 صوته. اسمع حسكر اللايف ها بلا فضايح. اسمع رواجدة حسكر اللايف ها عشان فضايح. شو مثلا